استعدادات المقابلة كان حنا كنترينيو بواحد الشكل جدي باش اننا نلعبوا المقابلة ديالنا لحد ان شاء الله بواحد بتركيز عالي. المقابلة غتكون كباقي المقابلات، ما غتكونش سهلة وما كنظنش انها غتكون صعيبة، فاحنا ان شاء الله غادي نديروا اللي علينا باش اننا ان شاء الله نجيبوا ثلاثة النقاط اللي تخلينا نرجعوا في المستوى ديالنا ان شاء الله. هادي بن عبيد نساعد كأي مقابلة ان شاء الله نعطيو 100% باش اننا نحققوا الانتصار. Thank you.